الموسم الثاني لمسابقة ست النكهات. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم معنا المتسابقة هدي الكيالي. هدي شو أخبارك؟ منيحة الحمد لله. شو عملتي لنا اليوم يا هدي؟ وشو مستخدمة من منتجاتنا؟ اليوم عاملة دجاج محشي بالبندورة المجففة والريحان والجبنة الكريمية. تمام. وبدي أعمل سايد ديش روستد بوتيتو. أوكي. برضو كله بمستخدمة منتجات كنول. أول شيء بدنا نخلط البندورة المجففة، بدي أحط جبنة كريمية وريحان. هلأ أنا الجاج نقعته قبل بليلة أو يعني لمدة ساعتين. نقعته بمسترد وديجون. أوكي. وعسل وأوريغان. انت رح تستخدمي خلطه البروستد، احط لك اياها مع مع القرشله او الكعك المطحون. هلا بدنا نحط الحشوه. خليني اشيل هاي. هلا بس بنلكها ببيض وبخليط البقسماط. نحطها ببيض، بعدين بالروستد المخلوط مع الأرشلة. احنا بس رح نعطيهم لون هديل ونقلبهم، بعدين نحضر صينية الفرن. كيف بتحطي حرارة الفرن؟ 180 تقريبا نص ساعة. ممتاز. اوكي هديل، رح اقلب لك الجاج. اذا انت بدك تعملي الصدورة الصوص. اوكي. هلا الصوص بالفود بروسيسر بدنا نحط السان دراي توميتو. حتى تعرف بفضل شوي مع الزيت تبعها. نحط تقريبا نص كوب كريمه، وبدي احط ولا نص كميه الجبنه الكريمي تقريبا، يعني شغله 100 جرام او اقل يعني. بحط لها كمان ريحان، يعني نفس مكونات الحشوه. بدي احط لها كمان رشه بودر الثوم. طبعا ضروري تكون مطبوخه لانك انت مقدمه دجاج سخن وهي هلا بارده، فبدك تعمليها زي صلصه انت. مزبوط. هلا هاي وصفه الروست بوتيتو. بطاطا بقطعها انا هيك على شكل ويدجز، يعني حجمها شوي كبير وبتكون مقشره. انا ما بعرف، بحس القشر بعطيه مرات البطاطا مرات. وفعلا عن جد بيجيب طعمها بودره كنور، هي طبعا اهم مكون فورية. أهم شيء البهارات أنا بالنسبة إلي بودرة البصل. برافو. حط بودرة الثوم. نحط بابريكا. نحط بهارات إيطالية. طبعاً أهم شيء فيها كمان الروزماري، بعطيها نكهة طيبة. في بهارات اختياريين اللي هي السموك بابريكا، بودرة الفلفل. بودرة الفلفل الأحمر، يعني هاي اختيارية. حط شوية زيت. بتحطيهم طبعاً بالصينية فرن لمدة قديه؟ بحطها شوفي هي بدها تقريباً من نص ساعة لثلاث أرباع ساعة. أوكي. بس بدي كل 10 دقائق ربع ساعة بدك تقلبيهم. وهيك صارت وصفة هدي الكيالي معنا جاهزة.
بتمنى إذا عجبتكم وصفة هدي الكيالي إنكم تدخلوا على موقعنا كنول أريبيا وتصوتوا لها.